بالنسبة حق السكني اللي قاعد يصير، الناس متوقع بالكويت الانهيار، واللي هو صار آخر مرة في 2014، يعني الطيارة نزلت ميتة. هذا اليوم شبه مستحيل يصير. المنطقة اليوم وايد أثقل، المنطقة اليوم قلت لك ما فيها معروض، فعلا ما فيها معروض زين، وكاملة الخدمات. ومن ذاك اليوم لليوم ماكو منطقة جديدة طلعت للبيع في الكويت. اللهم شرق الرقة حاليا قاعد تباع، واسعارها ما تعتبر رخيصة، 400-240 ألف من غير خدمات، وماكو حلول على الطاولة. يعني حلول ان نقولها فيه، ولكن تطبيق ما في، وما حد قاعد يتحرك انه يكون في حلول، مع وجود مناطق جديدة في الكويت قاعد توزع، مو مؤثر، لان الطبقة والشريحة اللي قاعد تشتري في بفطيرة وقيطيس بفطيرة اما وارث، اما شباب معاشاتهم رواتبهم تشيل انه ياخذون قروض، او ان ناس تملك. وناهيك طبعا الطرف الرابع هو التاجر اللي قاعد يبيع ويشتري وبيوت الاجار والى اخره، لان فيها نسبه مربحه اليوم. فبشكل عام مؤشر نزول قد يكون تصحيحي، اللي هو التضخم اللي صار بعد كورونا. يعني في بدايه كورونا بفطيره كانت في نيطيس كانت 285 الشارع 1 400 متر، اليوم نتكلم 335. قد يكون التصحيح انه تنزل 310 305. اما سالفه ان تبون تنزل الاسعار ل 250، ما في مؤشر وما في سبب، دام القوه الشرائيه موجوده والسيوله موجوده صعب انه ينزل.